هي طبعا قمة متميزة جدا، قمة الحكومات العالمية، وده مش غريب على يعني دولة الإمارات العربية المتحدة في التنظيم الرائع وجذب كل الخبرات الدولية على مستوى الكرة الأرضية بالكامل للمشاركة في الخبرات فيما يخص التطور الكبير الذي يدور حول الحكومات وكيفية التعامل مع يعني حسن حياة المواطنين. احنا شاركنا بوفد كبير الحقيقة، لان تعلم مصر هي ضيف الشرف لهذه القمة، فبالتالي كان هناك تواجد مصري متميز على كافة المجالات. في مجال الصحة اللي انا امثله كان هناك جلسة نقاشية رائعة صباح هذا اليوم تتمثل في الدروس المستفادة التي يمكن ان يخرج بها المجتمع العالمي من التعرض لثلاث سنوات من جائحة كوفيد 19، وهل تم استيعاب الدرس، وهل تم الاستعداد لأي جوائح مستقبلية أو يعني مشاكل صحية مستقبلية. علمنا وتعلمنا منذ السنوات الماضية أن لا يوجد أمان لدولة أنها تعيش بمفردها أيا كانت حالتها الاقتصادية، ومن هنا كان التعامل مع البحث العلمي والتعامل مع البيانات الدقيقة والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة وأيضا محاولة جذب الاستثمار في هذا المجال بشكل يتيح الاستعداد للمستقبل قبل أن يحدث أي جائحة مستقبلية أو يحدث أي كارثة صحية تواجه العالم ويكون هناك عدم استعداد. الإنسان بينسى كثير، فنتمنى أن 677 مليون إصابة إلى الآن إلى الأمس وأكثر من 6.5 مليون وفاة إلى الآن، ما فيش في الدراسات العالمية بتقول إن كل شخص يعرف على الأقل في محيطه واحد أو اثنين أصيبوا وتوفوا بسبب هذه الجائحة. نتمنى ألا ننسى ونتمنى أن نكون أكثر استعدادا في المستقبل. تحدث عن حقيبة وزارية ثقيلة، وهي على رأس أولويات الحكومة المصرية. ما هي الخطط الاستراتيجية للنهوض بهذا القطاع وتنمية القطاع الصحي في مصر؟ دولة بحجم مصر، يمكن استمعت إلى كلمة السيد الرئيس أمس في يعني حوار أكثر من رائع حول الدولة المصرية وما تم من خلال 8 سنوات ماضية. أريد أن يعني أضيف أن هذا التحدي الكبير من 105 مليون مواطن في منظومة صحة مطالب أنك أنت تصل إلى المواليد الجديدة الذي يصل عددهم إلى أكثر قرب 6000 مولود كل 24 ساعة، فلك أن تتخيل هؤلاء كم يحتاجون من تطعيمات، كم يحتاجون من مدارس، كم يحتاجون من أسرة في المستشفيات، وأيضا التحديات اليومية فيما يخص المنظومة الصحية. وبالتالي كان لابد أن يكون هناك استراتيجية تدعمها الدولة، وكنا محظوظين قبل وصول جائحة كورونا كان هناك مبادرات صحية رئاسية ضخمة جدا أدت إلى كثير من المسوحات التي تصل إلى أكثر من 60 مليون مواطن مصري. تم اكتشاف وعلاج حالات مثل فيروس سي الذي كان يعني منتشر في مصر بشكل كبير، ووصلنا إلى من دولة يمكن تعتلي قمة الدول على مستوى العالم في الإصابة بهذا الفيروس إلى دولة تتقدم إلى منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي. وقيس على هذا يعني مبادرات خاصة بالأطفال للأنيميا والتقزم والسمنة، مبادرات خاصة بصحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي، مبادرات خاصة بكبار السن الصحة النفسية، أيضا مبادرات للكشف المبكر عن أورام الرئة والبروستاتا وعنق الرحم والقولون. كل هذه هي مجهود ضخم جدا بتكلفة كبيرة جدا. كم وصلت تقريبا حجم التكلفة تقديريا؟ احنا وصلنا لما يقرب من 135 مليار جنيه سنويا هي موازنة وزارة الصحة في آخر سنوات، مقارنة بسنة 2014 كنا 32 مليار جنيه، فلك أن تتصور حجم 300% زيادة في حجم الموازنات التي تمت لخدمة قضايا يعني فاعلة وهامة جدا. على سبيل المثال ويس الحصر أيضا مبادرة قوائم الانتظار، أنا لا أعني القضاء على قوائم الانتظار ولكن الباكلوج موجود في كل حتة في العالم. يمكن الجارديان أشارت أن المملكة المتحدة يوجد بها 7 مليون مواطن ينتظرون إلى إجراء عمليات جراحية، سواء بقى عمليات تغيير مفاصل أو عمليات قلب مفتوح أو ما شابه ذلك. لكن نجحنا في الفترة الأخيرة أن احنا نقلل الفترات الزمنية للانتظار المرضى في كثير من العمليات الجراحية المتقدمة جدا إلى 3 أسابيع وشهر، وهذا تحدي كبير في ظل ارتفاع أسعار وفي ظل ضوائق اقتصادية، ولكن كانت الدولة المصرية دائما تضع ملف الصحة وملف المواطن المصري على رأس أولوياتها مهما كانت التحديات. يعني مع الظروف الاقتصادية نوعا ما قد تم تأجيل
بعض المشاريع القومية، كيف تأثرت المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة في مصر؟ الحمد لله القطاع الصحي يعني تم استثناؤه من هذا القرار، وده بقرار في مجلس الوزراء، لأن كما تعلم يعني هذا القطاع لا يتحمل أي تأجيل في مشروعات، سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل من خلال المستشفيات ودعم المستشفيات بالأجهزة والتقنيات الحديثة، أو حتى مستشفيات حديثة حتى نصل إلى استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل. أنت تعلم مصر يعني دخلت في منظومة التأمين الصحي الشامل في 27 محافظة، يمكن بنعمل في 6 محافظات، ولنا 10 سنوات، وهذا في عمر الزمن قليل جدا إذا اعتبرت أنك أنت ستصل بعد 10 سنوات إلى أكثر من 130 مليون مواطن، فأنت تحتاج إلى تغطية شاملة، فبالتالي لا يوجد تأثير لهذا القرار على منظومة الصحة. ماذا عن معدلات التضخم وتأثيرها يعني بشكل عام على أسعار المستشفيات والأدوية وغيرها؟ هل هناك أي مبادرات فيما يتعلق بهذا الموضوع لدعم طبعا شريحة كبيرة من المجتمع المصري؟ طبعا هذا شيء مهم جدا، يعني أنا بس محتاج أن أنا أوضح إن إحنا 70-80% من العلاج في مصر هو على نفقة الدولة المصرية، وبالتالي تتحمل الدولة المصرية دائما هذه الكلفة، سواء من خلال نفقات القرارات علاج نفقة الدولة أو قوائم الانتظار أو التأمين الصحي القائم أو التأمين الصحي الجديد، وبالتالي لن يشعر المواطن المصري بهذا التأثر، بل نحن من نعاني كحكومات وكإدارات من التأثير الاقتصادي على العالمي. أنا لا أتصور أن احنا نتكلم على تأثير الاقتصاد على مصر، ولكن مصر جزء من العالم، تتأثر بسلاسل الإمداد وتتأثر بارتفاع الأسعار العالمية وتقليل الإنتاج في معظم الأجهزة والمعدات، وبالتالي ما نحاول أن نعمل عليه جاهدا مع زميلنا في الحكومة مع دولة رئيس مجلس الوزراء هو محاولة تعويض هذه الفجوة. فعلا هل هناك مخصصات معينة قد تم تحديدها لسد هذه الفجوة؟ بالفعل نحن طبعا عند حساب التكلفة الفعلية منذ شهور والتكلفة الفعلية الحالية، إذا اعتبرنا أن المستلزمات والمستهلكات تمثل حوالي 75% من القيمة الفعلية، ولا يخفى عليك أنها معظمها مستوردة من الخارج، وبالتالي تتأثر بارتفاع سعر العملة، فبالتالي بالفعل يعني حصل من الحكومة توجيه من دولة رئيس الوزراء على أن يكون هناك تعويض من وزارة المالية لسد هذه الفجوة، حتى لا يتأثر ولا معدل الحالات اللي احنا بنعملها ولا أيضا استمرارنا في البناء واستمرارنا في التنسيق. هل هناك تقديرات لحجم هذه التعويضات؟ أبدا، احنا طبعا بنعمل على كل ملفة على حدة، يعني لو كنا بنتكلم على قوائم الانتظار فهي تحتاج إلى مليارات لدعمها لحد نهاية العام المالي، لو وصلنا إلى قوائم الانتظار أو قرارات عن نفقة الدولة وهكذا، فإحنا يعني كل قطاع يحتاج إلى دعم بنتواصل حتى نستطيع نحن نعوض هذا الدعم الميزانية. بلا شك هناك توجه أيضا لإشراك القطاع الخاص في تنمية القطاع الصحي، حجم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع؟ هذا ملف هام جدا، لأن إحنا يعني تدريجيا الدول العالم ليس دول مصر فقط تتحول تدريجيا إلى أنها تشارك في تقديم خدمات صحية، ولكن أيضا تعطي فرصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة، وهذه هي فلسفة يعني تبنتها أغنى دول العالم، وأيضا هذا لا يؤثر على المواطن، بل بالعكس يمكن التنافسية تحسن من أداء الخدمات الصحية للمواطن. وبالتالي الإجابة على سؤال حضرتك هو إحنا في خلال جولتنا في معظم دول العالم إحنا نطرح فرص الاستثمار في مصر من خلال الخريطة الطبية والخريطة الصحية التي انتهينا منها حاليا ونعمل عليها منذ عام، حتى نصل إلى حجم الاحتياج الحقيقي للخدمات الصحية في كل محافظة في مصر، ثم نقدم هذا إلى المستثمرين ورجال الأعمال لنساعدهم على اتخاذ القرار الذي يبنى على احتياجات فعلية وعلى تحليل لموقف حالي. وبالتالي ملف دعم الاستثمار الخارجي والداخلي من القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون ذراع هام جدا كما أثبت. ما هو آخر رقم وصلتم إليه؟ رقم من ناحية؟ من ناحية كفرص استثمارية أمام المستثمرين القطاع الخاص. أرقام مفتوحة، يعني إحنا بنتكلم على نتمنى أن نصل إلى 50% من عدد الأسرة التي تنشأ من خلال 10-15 سنة الجاية تكون من خلال القطاع الخاص، وتاني إحنا محتاجين التنافسية في النهاية المستفيد في هذا الموضوع هو المنظومة الصحية والمواطن المصري.